أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه للانضمام لها للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، وذلك في ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية. ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بأكاديمية الشرطة، حيث شدد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد العمري أن الأكاديمية لا يوجد بها وسائط لقبول الطلاب المتقدمين، وأنه لابد للمتقدم أن يتجاوز جميع الاختبارات المعلنة.